جعلوا لله مظلمة. سعد الرحمن مانيش اللي غادي نقول لكم اكثر من انت تفضل. وكانت سي سعيد شوف علي من واحد الله يخليك هي حافله بولدها وكانت مركبه في مسرحيه وكتدور بها مده 17 ديال الوقت تقريبا عندها في الله يتسمى بحال اخي الله يتسمى بحال اخي ساعتين هي كتدور بها حركات تحد الميدان بواحد الطريقه دايره داير معاك هذا الجانب الفني الناس اللي ضحاها وهي في نفس البلاد في الكراج علام في السلطانيه في تخيل وانا عاشرتها اكثر في الجانب الاجتماعي لان الجانب الاجتماعي كانت تدير الخير بزاف كانت تحب للجميع كانت مناضله وتحب وطنها وبلدها وتحب بلدها وتحب الفنان تحب الفنان هذيك زرعات في قلوبنا حب في الفنان جيتي سالي سلام عليك جيتي سالي راه ولدي الله يرضي عليك هذه ما تعيش عليه هذاك راه ما عنده عقل هذاك الله يرضي عليك اولدي لما سير عاونو هذيك سير عاونها سير عطيها سير دير كتجمع خاطر كل شيء خاطر كل شيء الله يعمر الله يرحمها والله يعمر دارها سير بسم الله تشير الخزينة الفنية وتشير البلاد دائما المسابقات دائما الملحن والفنانين ساعدات بزاف للناس كانت عندها واحد المسيرة حافلة لا في الفنية ولا اجتماعية ويشهدوا لها التاريخ المتميز في الشاشة المغربية ولله ما أعطى وأخذ من عز الأسرة الفريدة والأسرة الفنية فالمصطفى جل الله يرحمها ويكسر عليها ما
الله مالي اخوان مرحبا الله يرحمها. الشيء اللي علينا هو اننا ندعو لها بالرحمه والمغفره، الله ينور الخبر ديالها. كانت زميله وصديقه من اهم الاصدقاء، دوزنا ايام في المسرح سينما تلفزيون منذ الستينات الى ان اخر لقاء ديالك مع سي مفتاح ربما اخر عمل مع نعيمه مشرقي كنا في مسلسل دار الضمانه ايماج فاكتوري، كانت القناه الاولى اللي نشاتها وكانت مبدعه، كانت قامه من قامات التلفزيون وضعنا فيها. شكرا مفتاح. والاخت عزيزه رائده من رائدات المسرح المغربي والسينما والتلفزيون، يعني غادي نفتقدوها طبعا، ولكن هي عزيزه والله اعز منها، لان هذه سنه الحياه كلنا لها. الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم جميع المؤمنين، ونتمنى يعني ان نكونوا كنعرفوا بهذا النهار، راه غادي يجي واحد النهار اللي كل واحد كتسنى هذا النهار، خصنا نحطوا بعضياتنا ونطامنوا ونتمنوا، يعني ماشي شي كيحفر شي شي كي يحيد رزق شي، زعما هذا شي حرام حرام حرام. ونتمنى ان تكون يعني ان شاء الله في الفردوس الاعلى، لان مرأة طيبه، مرأة انسانه، مرأة جمعويه، مرأة مناضله، مرأة وطنيه، اللي عملت بزاف ديال الحوايج والبساطه ديالها والتواضع ديالها، ويعني ما يكفيش نقول عليها، يعني واخا نهضر حتى نعيا ما غاديش. شكرا لك. اليوم هو يوم حزين، هو فقدان جلال ديال فنانه كبيره، فنانه اللي كتشكل جزء من التاريخ ديال المسرح المغربي، بصمات العطاء ديالها بالاداء ديالها. ولكن انا دائما اقول واكرر ان الجانب الانساني والجانب الاجتماعي والجانب التضامني اللي كانت كتقدم الله يرحمها بقى اهم العلامات البارزه، وهذا هو دور الفنان، لا يكتفي فقط الادب الشخصي ولكن حتى على المستوى المجتمعي، انه كيوضع نفسه كيوعى بنفسه في خدمه هذا الوطن، خدمة هذه البلاد، وهي زعما كانت كتشكل نموذج لأنه كانت دائما قريبة من الفنانة، وعندها أيادي بيضاء كبيرة على مجموعة ديال الناس. هذا هو اللي كدير مع الإنسان في نهاية المطاف. نتمناو لها الرحمة وعزائنا واحد والأسرة ديالها، وربي يجعل الجنة مثواها. هاو هي شوف 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 شو